إضافات لازم تتعلمها عشان تشتغل في مجال الباك إند. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات انك عشان تبقى كويس في مجال الباك إند لازم تتعلم الحاجات الأساسية زي ما قلنا لغة فرونت إند وباك إند، الكلام اللي قلناه في الفيديو اللي فات. لكن النهارده هنقول شوية إضافات لازم تكون معاك عشان بتطلب كتير جدا، وهي دي اللي بتفرق واحد قوي في المجال من واحد بطيخة في المجال. بالحاجات اللي فاتت تقدر تشتغل في مجال الفريلانسر بكل سهولة، لكن عشان تشتغل بقى في شركات حقيقي او تشتغل حتى فريلانسر مع ناس تانية وتكون تقيلة، لازم تكون معاك الحاجات اللي هنقولها في فيديو النهاردة، او على الاقل 30-40% من الحاجات دي. خلينا بقى نشوف ايه هي الحاجات دي، وخلينا نبدأ في الاكشن على طول. واهلا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة ويوميات مطور مواقع. قبل ما نبدأ كده صلوا بينا على النبي عشان ناخد كلنا حسنات كتيرة. زي ما قلنا في شوية أدوات لازم تتعلمهم عشان تبقى مميز في سوق العمل، إضافي للغات الباك إند أو حتى لو أنت فرونت إند، الأدوات دي لازم تكون معاك أيا ما كنت بقى مبرمج، يعني أي مبرمج الأدوات دي بتكون أساسية معاك. أول أداة أو أول حاجة المفروض تتعلمها هي الجيت والجيت هاب. حد هيقول لي طب يعني ايه جيت وجيت هاب وبستفاد منه ازاي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الجيت والجيت هاب دول، او طبعا جيت هاب ممكن تبدله بحاجه زي بيت بوكيت او غيره، هي كده كده بتبقى ريبوزيتوري او مستودع بتحط فيه الكود بتاعك، بيكون طبعا على كلاود او على نسخه اونلاين عشان تحميه من ان هو جهازك باظ، سقط نسخة، أي مشكلة بقى حصلت في جهازك يبقى هو مستودع أو مخزن يخزن الكود بتاعك. تاني فايدة من فوائد الجيت هاب أو أيا ما كنت بقى أي جيت، تقدر تشارك الكود مع غيرك، وكمان تقدر تعدل أنت أو غيرك على الكود من غير ما يحصل تداخل، أو في حاجة اسمها ميرج ريكوست أو اللي هو دمج، يعني بتعمل زي فورك أو إن هي شوكة بينك وبين الشخص التاني، أنت بتكتب الكود بتاعك في حتة وهو بيكتب الكود بتاعه في حتة، وفي الآخر يحصل ميرج من غير ما يحصل مشاكل. ولو في كونفليكت أو تعارض، الموقع برضه أو الإيديتور اللي أنت شغال عليه بيقول لك إن في كونفليكت وأنت بتعمل ميرج ريكوست ده في الحتة دي، فعايز الكود بتاعك ولا الكود بتاعه، فتبدأ تقارن وتظبط الكود وفي الآخر تعمل الريكوست أو تظبط الكود بتاعك، ويبقى كده أنت قدرت تشتغل جوه تيم صح. يبقى احنا بالطريقه دي عرفنا ايه هو الجيت والجيت هاب وليه بنستخدمه. طبعا دول ليهم يستحسن تشتغل سكريبت مش يو اي ويو اكس، اللي هو باش سكريبت بتكتب كومالز عاديه زي مثلا جيت اد اول، جيت انيت اللي هي انيشال، بتستعمل بقى شويه حاجات زي كده مثلا جيت كوميت، وبعد كده مثلا جيت بوش اللي هو بتدفع عن حاجه تغير ريبوزيتوري البرانش بتاعك، او اللي هو زي هتعمل فورك زي ما قلنا شوكه بين بينك وبين الطرف التاني، بتعمل خط شغال انت عليه وغيرك شغال عليه. فهتلاقيهم حوالي 10-15 كومنتس تتعلمهم كويس وتتعلم ازاي تتعاون مع الجيت هاب او غيره من منصات الريبوزيتوري. تاني اداه معانا والمفروض تكون فاهمها كويس جدا هي الدوكر. الدوكر ده بيكون زي environment خاصة بالمشروع، بتقدر تحدد لك انك تتعامل ازاي مع منصات مختلفة، يعني مثلا انت شغال على لينوكس وغيرك شغال على ويندوز وغيرك هيبقى سيرفر وفي لوكال، في دنيا كتير احنا عارفين ان في اكتر من environment. فمن خلال الدوكر بتقدر تخلي فيه زي منصة موحدة او مكان موحد للمشروع بتاعك، وبيكون المشروع بتاعك جوه environment لوحده في عالم لوحده. اقرا اكتر عن الموضوع وافهم يعني ايه دوكر واستخدم ازاي والكلام ده كله، هو استخدامه مش لذيذ جدا ولا مش حب الصراحه قوي، بس اجباري طبعا تتعلمه عشان توحد الانفايرمنتس بتاعتك. ثالث حاجه معانا وهي ان اي بي ايز. ان اي بي ايز احنا لما قلنا في الفيديو اللي فات عن ادفانسد لارافيل، لو خدت بالك كده 90% من كورس الادفانسد لارافيل خصوصا الجزء الاول كان كله اي بي ايز، فانت المفروض تتعلم الـ APIs، الـ RESTful APIs أو اللي هي REST تقراها كده في الإعلانات REST APIs، تتعلم الـ Third Party APIs، تتعلم كل حاجة. الـ Third Party دي اللي هو حد تاني يديك APIs فازاي تربطها بالـ APIs بتاعتك. لازم تتعلم موضوع الـ APIs كويس جدا لأن أغلب السوق شغال APIs، ما تعتمدش على الكورسات المبتدئة اللي بتعلمك بليد أو بتعلمك Razor لو أنت شغال C Sharp، الحاجات اللي هي البدائية دي لا بلاش منها. اتعلمها برضه لازم تبقى عارف كل حاجه، لكن اعتمد بشكل اكبر على ان اي بي ايز. رابع حاجه معانا واللي لازم تتعلمها هي الهوستنج، ازاي ترفع السيستم بتاعك على الهوست بقى، ولو انت موبايل ابلكيشن لازم تتعلم ازاي ترفعه على جوجل ابلكيشن او اللي هو جوجل اب ستور، وطبعا الاب ستور الخاص بابل او الاي او اس.
فلازم تبقى عارف ازاي تتعامل مع المنصات المختلفة اللي هتستقبل المشروع بتاعك. الهوستنج تعرف احسن هوست، ارخص هوست، السريع فيهم ايه، تبدأ تدرس السوق واحتياجاته وانت تقدر ترفع على انهي بالظبط، تتعلم ازاي تستخدم التيرمينال في السيرفر او ازاي تحول مثلا من جيت بتاعك للسيرفر مباشر، تتعلم ازاي ترفع يدوي، ازاي تحدد الهوست ده هيكفي ولا لا كمساحة تخزين، يعني تتعمق شوية في موضوع الهوست، ازاي تأمن الهوست نفسه، هل هو آمن كفاية، هل هتعرف تقرا اللوج اللي جواه لو حصلت مشكلة ولا لا. خامس حاجة معانا وهي الـ AWS. الـ AWS ده اللي هي Amazon Web Service، هي مجموعة خدمات سحابية برضو زي الهوستنج بس عن طريق شركة Amazon، فلازم تبقى عارف الكوماندز بتتكتب ازاي فيها وتتعلم ازاي تمشي في بيئة عمل جواها Amazon Web Service. طبعا الحاجات دي كلها سيرش عليها على اليوتيوب او على جوجل، اكتب بس اسامي الحاجات اللي قلتها لك هتلاقي كمية توتوريالز ملهاش عدد. سادس حاجة معانا وهي السوليد برينسيبلز. السوليد برينسيبلز هي مصطلح مش حاجة هتدرسها يعني وبتستخدمها، هي بس اسلوب تفكير وطريقة انك ازاي تعمل. طبعا هي سوليد دي اصلا اختصار كلمات متعددة، SOLID دي هتلاقي كل حاجة ليها كلمة، كل كلمة بتعبر عن الكود بتاعك، يعني ما يبقاش فيه تكرارية، يبقى قابل للقراءة بعد كده، يعني شوية مصطلحات تبقى فاهم وتفهم ازاي تطبق المصطلحات دي على الكود بتاعك. اخر اداة معانا وبتطلب كتير جدا هي البوست مان. طبعا لو انت شغال اي بي اي، سواء انت موبايل او ويب او فرونت اند او اي مكان، عشان تتعامل مع اي بي اي تانية يفضل تجربها او تستلم الملفات تكون عن طريق بوست مان، فبقى انت لازم تتعلم البرنامج ده بيشتغل ازاي بتعمل فيه حاجة، مثلا ازاي بتبعت ريكوست من خلاله، ازاي بتعمل انت ريكوست جواه، كل تفاصيل البوست مان. هو برنامج سهل ولذيذ كده وعسول يعني الصراحة. وبس دي كانت اغلب كده الادوات اللي هتحتاجها لو انت باك اند تحديدا، فدي ادوات هتساعدك. في ادوات تانية فيها حاجات كتير جدا احنا ما اتكلمناش على جانب التستنج ده كله مثلا، وما اتكلمناش اكتر عن الحاجات اللي هي تربط بين الجهات وبعضيها، مثلا التستر هيشتغل على حاجات معينة فانت لازم توفرها له الكلام ده كله، الفرونت والباك نربط بينهم ازاي، يعني ان شاء الله ممكن في حلقات قدام والادوات تانية تكون مفيدة. بس الادوات دي اللي لاحظت ان 90% من السوق بيكون طالبها بشكل اساسي، فانا بفضل يكون معاك اكبر قدر من الادوات دي، وهي ادوات سهله واصلا هتسهل عليك الشغل بعد كده. وبس اتمنى طبعا انك تطبق الكلام ده، ما تقعدش تسمع وخلاص وما تطبقش اي حاجه. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، وتستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، وانزل اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهول.